معسكر المباراه، وزي ما قال زميلنا كريم احمد ان الفريقين نازلين في نفس نفس الاوتيل الفندق. ودلوقتي هم نازلين خلصوا، كل واحد بقى عنده حاجه فنيه الظاهر كان المدرب بيتكلم معاهم فيها سواء هنا وهنا. علي معلول وفرجاني وحمدي الثلاثه قاعدين مع بعض قبله يعني، وقاعدين مع بعض في الريسبشن يعني برضو ده، وبكره المباراه يعني سلموا طبعا على بعض وقاعدين مع بعض وهم لسه راجعين من منتخب تونس. ده اللي بيقول يعني لنا برضو بالمناسبه يعني واحنا بنتكلم يعني بيرجعنا ان كره القدم في العالم كله اتعملت علشان امتاع الناس، الناس بالزبط. بتستمتع. انت بتروح في كاس العالم 32 فريق، فريق واحد بس اللي بياخد كاس العالم، وبقيه الفرق بترجع بلدها وتلاقي الاعلام وتلاقي الاستقبال، لان الغرض من كره القدم هي المتعه، في تنافس وانا عايز فرقتي تكسب، لكن من طبعا خلال المتعه بالنسبه للناس.